شارع المعز. شكرا. السلام عليكم. يا رب يكون وش حلو عليك. انا اول زبون ان شاء الله. انا بتفائل بالناس المبروكين يعني. يا رب. والله احنا في الوقت دوت محتاجين التفاؤل ده والجمال ده والحلاوه دي. يا رب أمل ربنا يهدي الدنيا. الايام دي مش هيسهلها ومش هيفتحها ومش هيجبلها غير الايه؟ الايمان. الايمان بالايه؟ بالله. صحيح صحيح. احنا بقى ننزل من نفق الازهر عشان نلف ونرجع تاني على شارع المعز ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه يعني انا ما شفت الشعب تلات ارباع حياته بيكملوا مش بس عشاهم. كلهم له عشاءهم وغداهم وصباحهم وليلهم كله بالإيمان بالله. شعب كويس وشعب شدواني. صدقت والله. وبعدين شعب محبوب. يعني تبص تلاقي الناس يا دوبك ما نعرفك ولا تعرفني تلاقينا في ود بيننا وبين بعض. شعب مترابط ببعض. اهو ده انا لسه ما تعرفتش اسمك. انت اسم حضرتك ايه؟ ابو يوسف. انا اسمي عمرو. انت واحدك بيضة ان شاء الله يا مولانا. انت واحدك فل يا باشا. اهلا فيك يا سيدي. حقيقي وشوش المصريين مليانه حكايات زي صندوق الدنيا. حكايات مليانة حب للدين وحب لله سبحانه وتعالى. الحكايات دي بقت حياة بيعيشوها، بتظهر في أفعالهم، بتظهر في كلامهم. صحيح هم مش محتاجين يتكلموا عنها كتير، لكن هم في الحقيقة عايشينها بكل تفاصيلها. كل ما تبص حواليك هتلاقي المصريين بيعيشوا دينهم تفاصيل حياة، بيعيشوا دينهم نفس وعادة وفكرة ومعنى جميل. تقبيل الفلوس في أول الصبح لما بيجي أول الرزق منتج مصري 100%. مهما لفيت في أي مكان في الدنيا مش هتلاقي المسلمين بيبوسوا الفلوس الصبح إلا في مصر. المصريين بيبوسوا الفلوس الصبح ليه؟ لا لأن أهلنا وأبهاتنا وجدودنا تجار وإحنا اتعلمنا منهم التجارة. لا لأنهم على هذا المنوال البطن. باخد فلوس ببصها كالعادة والتقليد كده ساعة الاستفتاح مثلا تبقى في جيبي أطلعها أبصها وبحطها في جيبي عادي. لأن بيبصها بيحمد رب اللي ربنا رزقه. ربنا يرزقنا جميعا ويرزق مصر ويفتح على مصر ويزيد مصر خير. هو كان في ناس بيبص الفلوس بالكده. دلوقتي هي إدمت العملية دي يعني. لما تجيلي فلوس مثلا بحب عليها مثلا الساعه الصبحيه كده الواحد يستفتح مثلا لازم يبوس عليها. دي حاجه حرام. البني ادم لازم يتعلم بقى. الناس مش عايزه تتعلم. معقوله في حد بيقول على تقبيل اوائل الرزق حرام؟ في حد قال اوائل الرزق تقبيله حرام. اللي احنا سمعناه في التقرير في حد بيقول ان تقبيل اوائل الرزق حرام. وصل بينا الحال ان احنا نفرط في عاداتنا اللي بتربطنا بيننا وبتخلي الدين حي ومنور في قلوبنا. ووصل بينا الحال ان احنا نقول على ده حرام.
عليكم. ممكن تكلمنا عن احساسك الصبح وانت جاي تفتح المحل كده؟ وانا جاي ابدا شغلي يعني؟ اه انت بتبدا شغلك. لا واحد نازل شغله بحاول اعمل اللي انا اقدر عليه، باجي افتح اظبط الدنيا اظبط المحل، اشوف مثلا لو في حاجه ناقصه في حاجه مش متظبطه اظبطها بتاع. تمام. بس في في لقطه قبلها. ايه؟ في لقطه قبلها. انت لما بتيجي الصبح ويجي لك اول زبون بعد ما قضبت كده وجالك اول زبون، اول زبون بيجي لك بيبقى احساسك ايه مع اول زبون؟ الاستباحه بقى. نكلمنا شويه بقى على الاستباحه. يعني ايه اللي في الاستباحه دي؟ يعني ايه اللي اولا انت ليه حاسس بان هم سموها استباحه دي؟ لا مش فكره بيسموها، مش فكره هي يعني ما بتبقاش مترابطه بين فكره مثلا هي الصبح او بالليل، يعني مش يعني فكره ان هو اول واحد فبيخش. ايوه. فبتحس ان ايه ان انت زي ما بيقولوا بدات الشغل خلاص بقى، يعني بدات الشغل. بدات الشغل اللي خلاص بدات الشغل ولا بدات الرزق؟ لا بدات الشغل. الرزق ما مش شرط ان اللي يدخل اول واحد يشتري يعني. طيب واول واحد بقى بيشتري بقى؟ اول واحد بيشتري انت بيجي لك الفلوس مع اول واحد بيشتري بقى؟ اللي بيجي لك الفلوس مع اول واحد بيشتري خير وبركه يا مساعد. خير وبركه. طيب في ناس كثيره، في ناس كثيره لما بيقول لها اول رزق. تمام. وبعدين انت قلت لنا حاجه جميله جدا ان اول رزق عندهم مش لازم يكون الصبح بس، ممكن أيوة يكون بالزبط. واحد بيفتح بالليل أكيد. مثلا بيبقى أول ممكن رزق افضل فاتح طول اليوم واجي وانا بقفل ابيع وامشي، يبقى هو ده اللي انا اشتغلته النهارده. زي الفل زي الفل. ده كلام في غايه الروعه. تمام. استاذ محمد لما بيجي له اول رزق ده، انت فاكر الناس لما بيجي لها اول رزق بتعمل ايه؟ يعني لما يجي لها اول رزق الناس بتعمل شويه حاجات كده. في ناس ممكن تبوس الفلوس مثلا. تبوس الفلوس. في ناس. انت في رايك الناس بتبوس الفلوس ليه؟ لا مش مش يعني مش عارف، بس هي ممكن تكون حاجه يعني بقت درجه تحوده عليها اول فلوس مثلا تجي له، سواء يعني في اي حاجه تلاقيه. بتعمل انت حضرتك كده؟ يعني مثلا انت بتحاول تعمل كده؟ لا. ليه؟ اصل هي مسألة تعود، هي مالهاش دعوه بال. انت شفت حد بيعمل كده؟ كتير. ممكن سواق تاكسي ممكن. اشعر الناس فعلا. اشعر الناس اللي بتعمل كده سواقين التاكسي. بالظبط. طب هل انت حضرتك عندك فكره هو بيعمل كده ليه؟ لا مش عارف، بس هو اللي انا متاكد منه ان هي حركه يعني حركه تعود يعني. من التعود جت انها مالهاش دعوه يعني مثلا بشكر او بحب. اكيد قبل العاده كان اكيد قبل العاده كان في حاجه تحب يعني تحب تعرف هو ايه سبب الكلام ده؟ يا ريت. ماشي. المصريين بيحبوا ربنا وبيقبلوا على ربنا وقلوبهم متحركة بحب الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانوا مش مستحضرين الألفاظ والمعاني اللي بيعبروا بيها عن ده، لكن هيفضل المصريين يحولوا كل تفصيل من تفاصيل حياتهم إلى حب الله وحب رسوله. وده اللي احنا شفناه مع محمد وهو بيتكلم بكل وضوح على حب المصريين لله سبحانه وتعالى وإقبالهم عليه. السلام عليكم. صباح الخير. صباحك زي الفل. صباح القشطه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عندكم ايه بقى؟ في تمر وخروب وعناب ودوم وصوبيا ومانجا وجواب وفراوله وبرتقال. انا عارف ان انا مش اول زبون عندك. طبعا. بس خليني اسالك، انت اول زبون عندك بيدي لك فلوس صح؟ طبعا. بتعمل ايه لما بيدي لك اول زبون الفلوس؟ بتبوسها طبعا. بتبوسها طبعا. ايوه. بتبوسها ليه؟ عشان ده الاستفتاح. هو اول استفتاح بقى ايه ميزه اول استفتاح عندك؟ ليه اول استفتاح لازم تبوسه؟ طب ده الاستفتاح بتبوسه؟ طبعا.
بصراحه لا. طيب كويس قوي، ليه اول استفتاح بتبوسه بقى؟ هو في اللي بيبوس في اللي بيبوس يعني. طيب خلينا في اللي بيبوس اول استفتاح ده. اللي بيبوس اول استفتاح ده بقى بيبوس اول استفتاح ليه؟ انت مش هتصر البلطان ولا ايه؟ هتصر البلطان واحنا بنتكلم مش هنشرب؟ تعالوا بقى نعرف أصل الحكاية، ليه المصريين بيقبلوا أوائل الرزق الصبح لما بيجي لهم؟ المصريين لما بيقبلوا أوائل الرزق بيكونوا في الحقيقة بيحبوا النبي، بيعيشوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعيشوا معاه جماله وحبه لله وكمان البركة والنور. تعالوا نشوف إيه أصل الحكاية. أصل الحكاية الحديث، حديث أبي هريرة في عند الإمام مسلم في صحيح، يقول الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته أوائل الثمار أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن أصغر طفل ويعطيه هذه الثمار. أدي أول الحكاية ودي أصل الحكاية، لكن إحنا ممكن نشوف بقية الحكاية لما نشوف كمان، نروح للطبراني وهو بيخرج في مسنده الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته أوائل الثمار، في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته أوائل الثمار وضعها على عينه، ثم بحث عن مولود جديد وأعطاه هذه الثمار، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن تستمر البركة، لأن ذلك المولود سيحيا حياة طويلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيش مع البركة. وفي حديث أنس أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أوائل الثمار ويضع على عينه. عرفتم ليه المصريين بيقبلوا أوائل الثمار وبيحطوهم على عينيها؟ بيقبلوا أوائل الثمار عشان يحسوا بأن الثمار دي فيها حلاوة عطية ربنا ليهم، وبيحطوها على عينيها عشان تفضل نور وبركة يبصوا فيها إلى رزق الله وحب الله وتودد الله إليهم في كل الحياة. وأهم من ده يشوفوا أن هم لما بيقبلوا أوائل الثمار بيكونوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيهم تشوف وكأنهم صحابة قاعدين في حضرة النبي، يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيحاول يعلم الناس إزاي يرتبطوا في كل أجزاء حياتهم بالله سبحانه وتعالى. المصريين يا سادة لما بيقبلوا أوائل الثمار بيعيشوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعيشوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصريين بيحاولوا يكونوا متوكلين على الله، بيحاولوا يكونوا يعيشون بدين الله في كل حياتهم. المصريون مع الله عندما يقبلون أوائل الثمار. اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا ممن يعملون بسنة نبينا في تعظيم رزقك يا ربنا. آمين آمين. Thank you.